تحيات الذهب وماذا نرى للذهب بعد كل هذا الهبوط الكبير؟ ولكن الذهب ما زال محافظ على قمة الموجة الأولى اللي هي مستويات ال 392 إلى مستويات ال 385. الإغلاق تحت منها بشمعة قوية أعتقد هيكون سلبي على الذهب، لكن طالما فضلنا محافظين على هذه المستويات تظل نظرتنا إيجابية. قلنا إن إحنا عندنا أكتر من سيناريو، ولكن خلينا في السيناريو الإيجابي دلوقتي. إحنا المفروض بنبحث عن إيه؟ قلنا إن إحنا بدأنا موجة ثالثة، عملنا منها واحد اتنين، ده كله كان ثلاثة، والمفروض ان احنا نتراجع باربعة وما نتداخلش مع قمة الموجة الاولى، لان الموجة الثالثة لازم تكون حافزة، ما ينفعش يحصل تداخل، وحتى الان ما حصلش تداخل، واعتقد ده كسر كاذب اللي حصل للقناة السرية. وبعد كده هنبحث عن الموجة الخامسة والاخيرة اللي ممكن تيجي منقطعة او ممكن تيجي مكملة وتروح لحد الهدف اللي عند مستويات ال 2500. لو قلنا عايزين ناخد اهداف، قلنا ان احنا بنستهدف مستويات من 200 ل 261 فيه من قمة الموجة الأولى وقاع الموجة الثانية، اللي حسينا ضربنا مستويات ال 261 فيبو، ممكن نصعد ونروح لحد مستويات ال 200 فيبو اللي عند مستويات ال 2500، وممكن كمان نروح لحد مستويات ال 2550، نروح لحد مستويات ال 261 فيبو. حاليا بننتظر حركة عنيفة من الذهب ارتدادية عشان تأكد عندنا النظرة الإيجابية بتاعتنا، ولكن الغلق تحت مستويات ال 2387 أو 2385 بشمعة يوم، أعتقد ساعتها أقول إن الذهب ممكن يكون له أهداف بطيئة أكبر. غير كده تظل نظرتنا إيجابية، خصوصا إن إحنا ما زلنا فوق دعم قمة الموجة الأولى والموجة الثالثة. أعتقد ما ينفعش الموجة الرابعة تتداخل مع قمة الموجة الأولى زي ما إحنا بنقول دايما في القوانين بتاعتنا. وبالتوفيق.